السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين شيوات أم العربي. كانوا طلبات على الكيك بالبنان. غادي نحتاجوا لهاد الكيك بالبنان جوج بيضات، كاس عنبة ما عامرش أي كاس إلا ربع زيت المائدة، كاس إلا ربع عنبة سكر حبيبات، جوج كيسان عنبة عامرين ديال الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات، جوج كيس ديال خميرة الحلوى كل كيس فيه 7 غرام، وغادي نحتاجو جوج بنانات اللي يكونوا شويه طيبين، يعني بحال هكا البنان اللي كيكون عندنا طيب بحال هكا يكونوا طيبين. غنحتاجو يا اما جوج صغار او وحده كبيره، هنا عندي جوج متوسطين. غادي ندير البيض والزيت والسنيده والبنان في الخلاط، وغادي نطحنهم مزيان وغادي نتلاقاو. الخليط ديال الكاك ديالنا ها هو، مني طحنته كيجي على هذا الشكل. دابا غادي نزيد عليه الدقيق وهذوك الخمارات، وغادي نمشي نجيب واحد البنانه وتفاح باش نزين الوجه ديالها. غادي نضيف جوج كيسان ديال الدقيق الابيض، جوج كيسان. هاد الكيكه واخا كتشوفوا المكونات ديالها يعني بسيطه، الا كتجي لذيذه بزاف بزاف. نجيب باش نغربل هذوك الخمارات، قلت جوج كيس، نكمل التتمه ديال الدقيق ونغربلهم مع بعضياتهم. غادي نكمل التخلاط وغادي نديرها. انا درت هاد المول هذا غير بعد ديال لي طارت عادي، لانها غادي تجي على شكل اون طارت. غادي نخلط هاد المكونات، هانتو جوج كيسان، هانتو العجينه كيف كتجي ديال الكيك ديالنا. غادي نفرغها كيف قلت لكم في المول. هاد المول فيه 24 حتى هو 24 سنتيمتر. بغيتو ديروا مول صغير وبغيتوها تجيكم منفوخه ديرو، انا حيت غادي نزوقها بالتفاح يعني خاصها تجي على شكل اون طارت بحال هكا. غادي نمشي نجيب التفاح والبنان باش نزوقوا الوجه ديالها وندخلوها الفران. طيب ديالنا هو هذا، من بعد ما زينته بشرائح ديال التفاح ودرت فيه واحد بنانة الوسط، ممكن ديروا شويه ديال لوز ايفيلي من الفوق او اللي عجبكم. انا غادي نخليها غير هكا عاديه، غادي ندخلها الفران. طيب الفران بارد من قبل، ندخلها نشعلها غير لتحت على 180 درجه اذا كان فران الغاز حراره متوسطه، تكون العافيه عليها من التحت حتى طيب لينا وتحمر، ويبقى لها غير تحمر الفوق متفاول لتحت ونشعلو الفوق باش تحمر لينا ونقدموها بالصحه والراحه. ومنين نبغيو نقدموها وتحيد من الفران وهي سخونه ندهنوها يا اما بالنباج يا اما بمربى المشمش وغنقدموه. الكاك ديالنا ديال البنان هو هذا، ملي خرج من الفران دهنتو دهنه خفيفه بالنباج كيف كتشوفوا كيجي على هذا الشكل بحال اون طارت، تتجي لذيذه بزاف وكتجي الكاك خفيفه بزاف بزاف. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم، واللي طلبات مني كاك بالموز تكون عجباتها وتجربوها وردوا عليا الخبر. اللي عجباتكم الوصفه ما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتركوا بالقناه ديالي قناه شهيوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد ديالنا. غنقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوها من الداخل كيف كتجي، هانتو تتجي خفيفه بزاف بزاف. هانتو كيجي الكيك ديالنا مفشفش من الداخل، هانتو كيف كتشوفوا ولذيذ بزاف. إلى اللقاء في وصفة قادمة بحول الله.